السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم السكوات مع الكابتن احمد، خليكم معايا. Just wish you knew. اول حاجه هنعملها اللي احنا بنلبس الدعامات بتاعه الركبه بتاعتنا. لو انت عايز تلبسها ممكن ما تلبسهاش عادي. الدعامات بتكون عباره عن حاجات شبه ديت، تمام، بتلبسها في الركبه بتاعتك، او بيكون رباط بتلفه حوالين الركبه. طبعا ده بيعمله الناس المحترفه اللي بترفع ديد ليفت والكلام ده كله، او سناتش، ليه؟ بيكون في امان اكبر على الركبه من الاصابات والكلام ده. بعد كده هنلبس الشوز بتاعنا، الحذاء. طبعا الحذاء ده فايدته ايه؟ هو بيرفع الانكل بتاعك اللي هو الكاحل بتاعك فوق سنه، عشان لو انت ما كانش عندك موبيلتي ولا حاجه. طبعا لو انت مش عندك الشوز هتعمل ايه؟ هتجيب وزنين، تمام، او اي حاجه عندك مرتفعه وهتحطهم تحت الانكل بتاعك بالشكل ده. اتاكد ان هما في المنتصف وحظات البار، علشان وانت راجع ما تقدرش تروح يمين وشمال بالشكل ده، تمام. بعد كده هنشوف ارتفاع البار. ارتفاع البار بيكون عند الحلمه بتاعتك دلوقتي هو اسفل الحلمه، فاضطرينا نرفع سنه. دلوقتي البار بالنسبه لي هيكون كويس، هو اعلى من الحلمه بسنه، ينفع يكون اعلى سنه او اقل سنه بس ما يكونش عليه قوي او واطيه. بعد كده هنركب الاوزان. بعد ما ركبنا الاوزان هنتاكد ان هي واصله لحد الاخر، وهنقفل عليها مش بتاعها علشان ما تروحش يمين او شمال. بعد ما ركبنا المشبك دلوقتي هنعمل الخطوه الجايه، وهي ان احنا هنمسك البار. هنمسك البار من العلامات، من اي علامات، تمام، ولكن لازم تكون الايد اليمين زي الايد الشمال، اوكي، ودراعك يكون مفرود وتقف في المنتصف. وبعد كده تخش. هتحطها فين؟ هتحطها هنا ولا هنا، تمام، اللي بيريحك، مش هتفرق. بعد تخش، تمام، خد نفس، اكتم نفس، ارفع القلب بتاعنا بالشكل دوت، مش بالشكل ده، كده غلط، بيكون بالشكل ده ومنشف ظهرك. وبعد كده ترجع، بعد كده ترجع لورا لحد ما توصل للاوزان بتاعتك اللي انت محددها، تمام. بعد كده تاخد نفس، وتنزل وتطلع. النفس بتاعك بتاخده وتفضل كاتمه لحد ما تنزل، وبعد كده تطلع، تمام. وانت نازل بتنزل على خط مستقيم وبتطلع على خط مستقيم بالشكل ده. بعد كده اتاكد انك انت في المنتصف بتاع البار، مش يمين او شمال. وبعد كده تخش بتلزق البار الاول، وبعد كده بتنزله، بعد كده ترجع لورا. وده هو السكوات. السكوات بالحزام، تلبس الحزام عادي، بتقفل الحزام ولا للاخر، تمام، ولا يكون سايب بالشكل ده، وبيكون في حته فاضيه عشان تقدر تاخد نفسك، تمام، وتنزل وتطلع. النفس في السكوات بتاخد نفس وتنزل وانت كاتمه، وبعد كده تطلع، وبعد كده تخرجه بعد ما تطلع بالشكل ده. هنمسك زي ما هنمسك عادي، هناخد نفس، هنطلع، هنرجع لورا، هنحط رجلينا، هناخد نفس، ما تنساش لو انت حابب تعرف تفصيل اكتر عن السكوات، فاحنا عملنا فيديو قبل كده بيشرح السكوات بالتفصيل لكل الاشخاص، وفيديو عباره عن فيديو شرحين في السكوات من الاول للنهايه، ولكن بتفصيل اكبر، وشرحين في الاختلاف بين الاشخاص في الهيب. لو انت كان عندك مشكله في الموبيل بتاع الانكل بتاعك او بتاعك، ده كله موجود في الفيديو الثاني. في نهايه الفيديو حابين نشكر الناس اللي اتفرجت علينا، ما تنساش تعمل لايك شير كومنت ويتابعنا عشان ننزل فيديوهات من دي كتير ان شاء الله الفتره الجايه.
وكده وصلنا لنهايه الفيديو. لو تقدر تشترك معانا في تمرين اونلاين، لو انت حابب تشترك معانا في تمرين اونلاين، في تمرين ليك مخصص ليك، في نظام غذائي مخصص ليك على قد احتياجاتك. الاشتراك بتاعنا رخيص جدا مقارنه بالناس الثانيه، وخدمه عاليه جدا في التمرين وفي النيتريشن. النيتريشن مخصص ليك انت، معنى احنا نقول مخصص ليك انت ده معناه ان هو مخصص على وقتك مع امكانياتك مع كل حاجه في بلدك. تقدر تتواصل معانا عشان تعرف تفصيل اكتر. السلام عليكم.